انا عملت استئصال غضاريف الانف بالمنظار واستعدال حاجز الانفي من 7 ايام، لكن لسه مركب 2 دعامة سيليكون، ولكن مشكلتي صوتي مكتوم وعندي خنف ومش عارف اتنفس من مناخيري. رد عليا، الحقيقة ممكن يكون الصوت المكتوم مبحوح ده ممكن يكون بسبب الخرطوم بتاع العملية، لانه انت بتعمل عملية، مش عاوز اخوفكم، بس بيبقى فيه خرطوم بتاع التنفس، والحمد لله انك ما بتشوفه او بتركب او بيتخلع، فخلاص يعني لا تسألوا عن اشياء تبدو لكم تسوقكم ولا تدوروا على ازاي بيركبوها، لكن بيكون خرطوم كبير فبيخلي الحنجرة ملتهبة لفترة لغاية لما إن شاء الله يعني يتحسن. نصيحة مني، اشرب حاجات سخنة، ينسون، أي حاجة مهدئة للصدر بحيث إن صوتك يكون كويس. وكمان خلي بالك أنت لسه مركب الدعامة والصوت مكتوم، لأنه خلي بالك أنا دلوقتي معمول أكيد في حاجات يا جماعة، فكل الحاجات دي وخنف أكيد في حاجة جوه، فاطمن وما تخافش ان شاء الله. لما تروح ومش عارف تتنفس طبيعي، لما تروح ان شاء الله الدكتور ويسحب الفتيل ويشيل الدعامات، كل ان شاء الله الدنيا تكون افضل، ومع الوقت هتلاقي تحسن. والفيصل هنا انك بتتحسن مع الوقت، فلو لقيت النهارده بقيت اخف، صوتك بقى افضل، راق كده وبقى جميل كروان، هتلاحظ انك بتتحسن مع الوقت، فضع ده وربنا يكتب لك اللي فيه الخير باذن الله.